السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت كي جي 1 الترم الاول، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا انهينا المرة اللي فاتت شرح يونت 1 الوحدة الأولى، والنهاردة هنبتدي إن شاء الله نشرح يونت 2 الوحدة التانية ماي بادي. ماي بادي أو جسمي، ماي أي حاجة ملكي، أي حاجة خاصة بيا بقول عليها ماي، وبادي بادي يعني جسم، ماي بادي يعني جسمي. وكنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن أجزاء الجسم. أصدقائنا هم في الكلاس روم بيكونوا البابت الجميلة دي وحاطينها على التيبل قدامهم علشان يجمعوها. طبعا الأجزاء بتاعتها زي ما شفنا المرة اللي فاتت هي الـ ear 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 يعني أذن، eye 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 يعني عين، hair 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 يعني شعر، hand 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 يعني يد، mouse 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 يعني فم، nose 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 يعني أنف. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج نمبر 18 أو صفحة رقم 18، وعنوانها The Body Game. The Body Game لعبة الجسم. وطبعا بيزي بي هنا بتقول لنا Listen and Point. Listen and Point استمع وأشر. Listen and Point. وهنا طبعا هي بيزي بي مفروض ان احنا بنقول، انا بقول لك touch جزء معين من اجزاء الجسم بتاعتك، وانت من غير ما تتكلم بتعمل touch على الجزء ده. فهنا مثلا ادم كان بيقول لها touch your nose touch your nose المسي انفك، فهي حاطه ايدها عند انفها وبتلمسها. هي بتقول له، هي اللي عليها الدور بقى، بتقول له touch your eyes touch your eyes المس عينيك، فهو حاطط ايده عند عينيه اهو. بيزي بي كان عليها الدور بتقول لها touch your mouth touch your mouth المسي فمك، فهي ودت ايدها عند الفم بتاعها. طب بيزي بي هنا بتقول لآدم touch your hair touch your hair المس شعرك، فهو هنا عمل touch للهير بتاعه أو للشعر بتاعه. وهنا طبعا ايديه متوسخت من العسل اللي كان موجود على التيبل اللي في أول الصورة، فهم طبعا بيزي بي اتضايقت ان هم متوسخت ايديهم بالعسل ده أو بالهاني ده، فهم راحوا يغسلوا ايديهم في الصورة الأخيرة دي علشان خاطر ما يتضايقوش وايديهم ما تبقاش مش نظيفة. وطبعا الستوري الجميلة دي تعلمنا فيها ان البادي جيم حد بيقول حاجة للتاني والتاني ما بيكلمش بينفذها على طول. فبيزي بي وآدم ودينا كانوا بيلعبوا مع بعض لعبة البادي جيم في الستوري الجميلة دي، وكل واحد فيهم كان بيقول للتاني تاتش لمكان معين موجود مثلا في وشه او في الوجه بتاعه. وطبعا تاتش يعني المس او يلمس. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج نمبر 17 او صفحة رقم 17. وبيزي بي بتقول لنا هنا listen and repeat listen استمع and repeat repeat وكرر. طبعا هنا مديانة صورتين من غير الوان، صورتين مرسومين. طبعا المفروض ان احنا هنقول اجزاء البادي بارتس بتاعتهم او الاجزاء بتاع الجسم بتاعتهم. اول حاجة مثلا هنشاور عليها عندهم اللي هي الـ ear الـ ear، وهنقول مع بعض ear 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 مرة كمان ear يعني أذن ear ear. تاني حاجة الـ eye eye أو عين eye 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 eye. تالت حاجة الـ hair hair أو شعر hair 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 مرة كمان hair
هير هير. بعد كده نشاور على الهاند ونقول هاند هاند هاند. مرة كمان هاند يعني يد. هاند هاند. ونروح للماوس ونقول ماوس ماوس ماوس. ماوس يعني فم. مرة كمان ماوس ماوس ماوس. وآخر حاجة هنقول اسمها النوز. نوز يعني أنف. نوز نوز نوز. مرة كمان نوز نوز نوز. وبكده احنا عملنا listen وعملنا كمان repeat repeat او كررنا. بيزي بي بتطلب مننا بعد كده ان احنا نعمل color color او نلون. فانتوا المفروض هتلونوا الصورتين الجمال دول بألوان جميلة. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج نمبر 19 او صفحة 19. وبيزي بي بتقول لنا هنا listen استمع circle and do. listen استمع circle ضع دائرة حول and do وافعل. فاحنا لسه هنا بنكمل اللعبة بتاعت البادي جيم او لعبة الجسم زي ما قلنا من شوية. ان انا اقولك touch جزء في جسمك وانت تعمل عليه touch من غير ما تتكلم. فهنا طبعا انا هقولكم مثلا اول جملة هقولها لكم touch your eyes touch your eyes. فين هنا الصورة اللي بتعمل touch your touch اللي فيها touch your eyes؟ شاطرين هي صورة ادم وبيزي بي دي فنعمل حواليها circle. طب تاني صورة touch your mouse touch your mouse. فين هنا touch your mouse يا أصحابي؟ شاطرين هنا دينا بيزي بي بتقول لها touch your mouse. تعمل هنا تاني circle. طب touch your nose touch your nose touch your nose. فين هنا الصورة اللي بتعبر عن touch your nose؟ شاطرين هي دي الصورة اللي فيها بيزي بي بتقول لها touch your nose أو المسي أنفك. فنعمل حواليها circle. وآخر حاجة touch your hair touch your hair touch your hair. المس شعرك. شاطرين هي دي الصورة بتاعت touch your hair. فنعمل حواليها circle. وفي الجزء التاني من البيج دي يا أصحابي أصحابنا بيلعبوا البادي جيم أو لعبة الجسم. وبيزي بي بتقول play a game play a game. نلعب لعبة. وحد فيهم بيقول التاني touch your ear فهو بيلمس أذنه. وطبعا هي لعبة جميلة قوي عايزكم تلعبوها مع بعض. ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 20 او صفحة 20. وعنوانها let's wash. let's wash يعني دعنا نغتسل. خلينا نغسل ايدينا وشنا. let's دعنا wash wash نغسل يعني هو نغسل ايدينا وشنا نغسل اي حاجة. ده معنى دي اسمها wash. نغسل اي حاجة دي اسمها wash wash يعني يغسل. وهنا بيزي بي بتقول لنا look and say look and say. انظر and say وقل. فهنا صديقتنا بتعمل ايه؟ بتعمل بتغسل ايديها. المفروض ان احنا دلوقتي نظرنا وهي المفروض بتقول دلوقتي I wash my hand. فهي المفروض ان هي بتقول I wash my hand هي بتغسل ايديها. فاحنا نقول معاها I wash my hand. مرة كمان I wash my hand I wash my hand. وفي الصورة التانية يا أصحابي صديقنا ده بيغسل وشه. ويغسل وشه هو المفروض بيقول I wash my face face my face يعني وجهي. I wash my face. مرة كمان I wash my face. فالمفروض ان احنا دلوقتي نظرنا على الصور او عملنا looking وكمان قلنا او عملنا saying. وعرفنا hands يعني يدين وface face يعني وجه. وقلنا I wash my hands I wash my face. ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 21 او صفحة 21. وبيزي بي بتقول لنا هنا trace تتبع بقلمك الرصاص with your pencil color ولون and say وقل. فهنا طبعا مديانا صورتين فيهم dots المفروض هنمشي عليها بالبنسل بتاعنا او بقلمنا الرصاص. وكمان هنعمل لها coloring او هنلونها. وهنقول الحاجة اللي هي بيعملها أصحابنا في الصور دي. فأول حاجة صديقتنا هنا بتعمل إيه؟ بتغسل
وشها، فبتغسل وشها بتقول ايه I wash my face زي ما قلنا من شوية. نقول كمان I wash my face انا اغسل وجهي. مرة كمان I wash my face انا اغسل وجهي. وصديقنا ده المفروض ان هو بيغسل ايديه، فهنقول I wash my hands. I wash my hands مرة كمان I wash my hands. وبكده نكون انهينا البيج دي وانهينا معاها شرح درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.